ما حكم من صلى بالناس الصلاة الجهرية ولم يجهر بالقراءة، أي أنه صلى بهم سرا، ثم إنه عند الرفع من الركوع لم يقل سمع الله لمن حمده، بل إنه قال الله أكبر واستمر في الصلاة وفعل ذلك في جميع الركعات. ماذا يلزم المأمومين وماذا على الإمام والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا. أما تركه للجهر بالقراءة فهو ترك لسنة لا يضر ولا يؤثر في الصلاة والحمد لله، لأن الجهر في صلاة الليل سنة والإسرار جائز، وإن كان الأفضل والأولى أن يجهر ويسمع المأمومين القرآن. وأما بالنسبة لتركه سمع الله لمن حمده فإن هذا ترك لواجب، إذا كان متعمدا لم تصح صلاته، وإن كان ناسيا أو جاهلا فإنه يجبره سجود السهو، يعني يسجد سجدتين للسهو قبل السلام. نعم.